خوتي خوتاتي، مرحبا بكم من جديد، وتستمر الحياة. سعيدة جدا التواصل معكم، وترحب بكم وشكرا على الوفاء ديالكم. واليوم غادي تكون واحد الحلقة استثنائية، لأنه من خلالها بغينا نقدموا واحد يعني الشكر والامتنان والتقدير للجهاز الطبي بطبيعة الحال اللي كيسهر على علاج مرضى كورونا فيروس. فكنقول لهم شكرا لكم، كوراج كوراج، شكرا لكم لأنكم تخليتوا على واجبكم الأسري، ما فكرتوش في واجبكم العائلي، ما فكرتوش في حياتكم الشخصية وفي التزاماتكم الشخصية بقدر ما فكرتوا في أنكم تأديوا الواجب الإنساني والوطني ديالكم. هاد الشيء أكيد أنه الثمن ديالو ماشي رخيص، الثمن ديالو غالي، ضغط، ستريس، قلق، عصبية، جهد كبير، خوف، رهبة، صدمة، أحيانا تدخلات في أوقات اللي هي صعبة، ناس كتموت وناس كتحيا. أكيد أنه هذه المسألة ماشي جديدة على الأطباء، ولكن جديد عليهم أنهم يعني يحاولوا أنهم يسيروا هذا الواقع بشكل ذوري، على رأس الدقيقة، على رأس الساعة، على رأس اليوم. كيشوفوا مشاهد مختلفة، ناس اللي خلوا وليداتهم، خلوا عائلاتهم، ماشي سهل. اليوم كنستضفوا معنا الأخصائية نزهة الخميري، أخصائية نفسية، باش نتكلموا شي شوية على القطاع ديال بطبيعة الحال السادة الأطباء، ونتكلموا شوية على النفسية ديال السادة الأطباء، ونتكلموا على كيفاش نقدروا حتى حنا نعاونوهم ونرفعوا من المعنويات ديالهم. قبل ما نمشي للضيفة ديالي، كنبغي نوجه تحية كبيرة لكل الأطباء، وكنبغي نوجه تحية كبيرة لكاع الناس اللي كيشتغلوا، من عسكريين، دراكين، شرطة، يعني قوة عمومية، أعوان سلطة، أطباء، ممرضين، يعني الأطر الإدارية في القطاع الصحي، بطبيعة الحال الناس اللي كيشتغلوا في القطاعات الغذائية، الناس اللي كينقلوا حاجتنا من أو احتياجاتنا اليومية، يعني الناس اللي كيشتغلوا على النظافه ديالنا، عمال النظافه، هادو ناس كلهم اللي كنحنيو امامهم اجلالا واحتراما وتقديرا. قيمتكم كبيره وبانت كبيره في هذه الازمه هذه، لهلا يخطيكم علينا ولهلا يحرمنا منكم، وسمحوا لينا سمحوا لينا، كنطلبوا منكم السماحه، والله يقويكم والله يقدركم، وان شاء الله تدوز هذه الازمه على خير. وغادي نرجع مره اخرى للقطاع الطبي، لانه ربما قريب بشكل كبير من الوباء أو من هذه الجائحة هذه. ماشي سهل للنزهة، خسرنا أطباء، وماشي سهل أنه الطبيب يعيش في هذه الظرفية بشكل يومي وبشكل يعني ذوري. شكرا للسكينة مرة أخرى على هذه الاستضافة، وشكرا اللي خليتي لي ومنحتي لي فرصة أنني عاوتاني ندوز معاك في لالا بلوس. وتستمر الحياة، وتستمر الحياة. اليوم عندنا موضوع كيف ما طرقتي ليه، اللي هو دور الطبيب في العلاج، لا سيما في هذه المحنة ديال كورونا. تنقول كمعالجة نفسية، القطاع الصحي بما فيه الأطباء والممرضين لهم دور فعال في إنقاذ حياة الإنسان. عندما نتكلم عن الطبيب نعني به الحكيم، بمعنى ذات حكمة، بما في هذه الكلمة من معنى. مهنته تمتاز بالدقة والإنسانية، تمتاز أيضا بالتركيز، تمتاز أيضا بالذكاء. هذه المهنة تخدم جسم الإنسان، روحه، مشاعره، مباشرة بدون حاجز ولا وسيط. يمنح فيها الشخص نفسه بكل اطمئنان وثقة. هي المهنة الوحيدة التي يطيع فيها الفرد الطرف الآخر دون جدال. إذن تيكون حشومي تيعطي راسو، تيكون دير حجاب تيعطي راسو. إذن هو أصلا حكيم، والحكمة
جاية من واحد العلم إلهي. تكمن مهارة الطبيب في تكوينه العلمي المعرفي التجريبي الميداني أيضا. إذن هذه كلها مجالات خاصها توفر ما اسم طبيب. من أولويات اختصاصه تضحيات، إذن هو عاطي راسه. النوم ممنوع، لا وقت للأكل، نفسك وأسرتك يأتيان في الصف الأخير. معناه ما يمكن لك شيء، يكون واحد مريض غريب وتجيك الحسرة ويجيك الرأفة على الأسرة ديالك أو نفسك، أو تنقد نفسك وتخلي واحد آخر. إذن هو نوع من التجنيد. يمتازون لكونهم شديد الذكاء، نتائجهم لا تناقش ولا مجال للخطأ في حياتهم. إذن هذه كلها حدة وقوة في الشخصية. لكن السؤال يبقى مطروح، هل الطبيب معصوم من التوتر، من الخوف، الإحباط والفشل إلى درجة الاحتراق النفسي أو ما يسمى سيندروم دو بيرن أوت؟ وأحيانا هل هو معصوم أيضا من التفكير في الموت أحيانا؟ إذن واش هذا الإنسان ذو الذكاء، ذو المهارة، ذو العلم تتجرد من إنسانيته بمعنى تسقط فخ الضعف، أو العكس صحيح؟ أكيد أنه يعني الطبيب كيقوم بواجبه المهني، ولكن هو إنسان عنده شعور، عنده خوف، عنده هلع، خايف على عائلته، خايف على الناس اللي قرب منه. ربما كلنا شفنا فيديوهات اللي ضراتنا في قلبنا واللي بكاتنا أحيانا، وكنتذكر الفيديو ديال الطبيب يعني اللي دخل داره لفرصة بسيطة، فولده جاي بغي يعنقه، قال له لا 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 لا، وقف الوليد مصدوم وهو نزل كيبكي. المشاعر الإنسانية صعيب عليها تعيش بحال هاد الأمور هذه. فكيفاش يقدروا الأطباء يقويوا من المناعة النفسية ديالهم في انتظار أنه تمر هاد الجائحة هذه اللي كانت منوية ربي لأنها تمر على خير، ويقويهم ربي وما نخسروش يعني من الأطباء، أو ما نخسروش منا كبشرية جمعاء، وما نخسروش أيضا من جهازنا الطبي، الناس اللي قاموا بواجبهم الوطني. والله يرحم شهداء الواجب بطبيعة الحال، والله يرحم جميع الموتى. قبل ما نجاوب على هذا السؤال، غادي نقول على أن الطبيب كما سبق لي وقلت جندي الصحة، لا سيما في هذه الظرفية الوبائية، كيستجب لنداء الواجب دياله المهني بمشاعر وأفكار في آونة واحدة. بمعنى عنده قدامه أولا وفي نفس الوقت ما تيشوف غير وسيلة الإنقاذ أو ما يسمى البروتوكول الإنقاذ. كذلك أشنو هي الحدود دياله ما بين الواجب اللي خصو يؤدي، الواجب الطبي، والوقاية ديال راسه من الخطر. إذن دائما هو عنده دماغه تفكر في كل شيء في مرة واحدة، كيفاش غاد ننقد، وشنو عليا، وشنو خصني ندير للناس. كذلك خصو يدير الجهد ديالو باش يعالج المريض. إذن هو أي حالة بالنسبة ليه خاصها جيه، خاصو يعرف كيفاش يتأقلم معها وكيفاش يعالجها. كيتأثر بتدهور حالة بعض المرضى اللي كيعينهم، ونفس الوقت ما كيبينش الضعف ديالو أمام البعض الآخر. لاحظوا معايا على أن هناك عدة حالات تأثرات مشاعر كلها في آونة واحدة. واش خصو ينقد في حالة من الأحوال الأفراد الأسرة ديالو، ولا ينقد المريض، ولا شنو يدير؟ إذن واش يغلب العاطفة، واش يغلب الواجب ديال العمل؟ إذن
هنايا كاين واحد الضغط النفسي. الا تكلمت في هذه الازمه اللي حنا تنعيشوها الان بحالها بحال الظرفيات اليوميه اللي كيعيشها الطبيب، ولكن اليوم اكثر كنلاحظوا على ان نفسيه هؤلاء بما فيها من مهارات علميه كيقدروا يوصلوا لدرجه الاحتراق النفسي اللي سميناه لو بيرن اوت، بمعنى كيصبحوا يحسوا بضغط باجهاد بقلق نفسي على التوالي. هاد الحاله النفسيه ما كتبداش غير من الوهله الاولى، ولكن هي كتظهر تدريجيا، كل حاله كتخلي التاثير ديالها عبر عده ايام وعبر اختلاف المواقف. كاين السهر، كاين العزله على الاسره، كاين التاثير ديال بعض المرضى وما الى ذلك، كاين مواقف اللي هي محزنه، كاين وفيات. محتاج الطبيب بعد ظهور هاد السلوكات اللي فيها تقلب المزاج، اللي فيها قلة القابلية للعمل، اللي فيها قلة التركيز، اللي فيها غياب التعاطف مع المريض، محتاج للدعم النفسي الفوري اللي سميتيه للي سكينة بتقوية المناعة النفسية. أنا اليوم تنقول خصنا نراجع كأطباء، خصنا نراجع أنفسنا ونقولوا حتى احنا محتاجين لنفسنا، حتى احنا خصنا الدعم النفسي. هذا الدعم النفسي اللي خصو كاين عالميا، اللي خصو يكون متواجد مع الطبيب حتى في حاله المستعجلات، لا سيما في هذه الفتره ديال كورونا. المعالج النفسي خصو لازم يكون حاضر ضمن الطاقم الطبي. الأطباء اللي هما في المستعجلات غير مؤهلون لما نسميه في علم النفس للذكاء العاطفي، الانتليجنس ايموشنال. الانتليجنس ايموشنال هي القدرة على التحكم في العواطف، بمعنى هاد الأطباء ما تيقدروش يتحكموا في العواطف، عندهم واحد هشاشة، هشاشة من جوج ديال الأنواع. اولا في حاله الغضب مع احد المرضى تكون لدرجه بعض المرات تكون عنيف لفظيا، وفي الحاله الثانيه كيكون كيتاثر بواحد الحاله مرضيه اللي دازت قدامه اثناء المزاوله ديال العمل ديالو، وبالتالي كتاثر فيه حتى خارج العمل بحال اللي كيديها معاه في حياته الشخصيه. اذا هذا الدعم هذا ديال هذا التاثير ذو حدين خاصو يخدم عليه. ثم لازم لهاد الاطباء ما يخدموا في ظروف ملائمه، بحال توفير المعدات الطبيه، خاصهم يخدموا في واحد الاجواء اللي فيها وسائل الوقايه بكثره، اللي فيها الأسرة الكافية للمصابين، اللي فيها تجنيد جميع طاقم طبي ماشي غير المتطوعين. علاش؟ لأن خاص يكون واحد اللي تسميه احنا لغولمة، خاص يكونوا نوبات السهر، نوبات العمل، خاص يكون كذلك مجال واحد الفضاء ديال الراحة، خاص يكون الفضاء كذلك مهيئ وملائم للعمل، وهذا الفضاء ما غادي تساهم فيه واللي مختصة فيه إلا وزارة الصحة بالخصوص. طبيب بهذه الطريقة أو بأخرى لازم ما غادي يكون هو توقي نفسانيته باش يقدر يعالج الناس. كيف ما قلت توقيها بالدعم النفسي تهو محتاج، وعلاش لا يوقيها كذلك من تجنب
الاحتراق النفسي، ما نخليش لي على راسي ضغوطات، وبالتالي ما يخليش لي راسو متفاني بإفراط مرضي في العمل ديالو. نعم. يعني لالا نزهة، للأسف كانت مجموعة من الفيديوهات التحطيمية، المجهود اللي قاموا به ربما بعض الأطباء، مسألة اللي عندها واحد تأثير، لأنه يعني الله يحسن العوان، الإنسان نهار كامل هو في وسط الخوف، في وسط الواجب، كيشتغل بواحد القوة بواحد الجهد، فمحتاج حنا كبشر محتاجين للاعتراف، محتاجين أنه الإنسان يعترف بالمجهود ديالنا، أنه يشكرنا عليه إلى غير ذلك. فكانت للأسف بعض الفيديوهات التحطيمية، فهنا يعني كيفاش نقدروا نتكلموا عليها من الجانب النفسي، ونرفعوا ايضا من المعنويات ديال الاطباء عفوا في الجانب هذا. انا كنقول بانها ما مش انهاش انها تخلي شي اثر، ولكن خلات الاثر عند البعض. للاسف لا سكينه، ملي كنتكلموا على المستشفيات، على المصحات، على العيادات، حنا كنتذكروا داك او تنقرنوهم بالالام بالاحزان، كنتكلموا على الوفيات ايضا، ولكن اللي في واجهة هذه المشاعر كلها هم مهني الصحه من ممرضين واطباء، لا سيما الاطباء. الا نجح طبيب في علاج المريض، علاوه دونك كاينه لاكسبسيون على الشكر والامتنان من طرف بعض المرضى، هذا العلاج والنجاح تتسمى عادي بالنسبة لبعض الآخر، وكاين اللي تيقول وخدمتو هذيك، وكاين اللي تيقول وحنا رحنا مخلصين فلوسنا. إذن هاد التعابير وهاد نكران الجميل فهو تيخلي واحد الحرقة في نفسية الطبيب. أما الطبيب هذا إلا نجحش شنو تيتقال، أما الطبيب إلا خفق في العلاج كيتعرض لإهانة وأنواع الشتم والعنف اللفظي أحيانا. كاين الناس كذلك اللي ميسوري الحال، كيظنوا بالمادة اللي عندهم أنهم تيملكوا الطبيب ومن معه. إذن خصنا الطبيب يكون غير ديالنا، يهتم بنا غير حنا، يدوز عندنا غير حنا، يعطينا أحسن علاج، يديرنا أحسن انتباه وما إلى ذلك. هادشي كله، هاد الأحوال كلها وهاد السلوكات كلها ما هي شيء تتمشي للفراغ، بل هي كتزيد من الضغط ومن الحدة ديال الانفعال عند الطبيب. كنلقاوه ماشي غير طبيب جراح مثلا، طبيب الجسد، بل تلقاوه تيلعب الدور ديال المعالج النفسي كذلك، كيخصو يسمع اللي كيتشكالو من المريض او من الاسرة المريض بحال بحال. احيانا كيدخل حتى في داك متطلبات المادية ديال اجراء عملية او غيرها، وهذا كله كيطلب من الطبيب واحد المجهود مضاعف اللي كيفوق الاستطاعة ديالو، وبالتالي يطيح في الفخ ديال الانفعال بكثرة الضغط، تتولي سلوكاته جافة أيضا، تنقولوا مالو هالطبيب حاسب فراسو، ولكن لا، خصنا نفهمو على أن راه هو دماغه ما مساليش اللي يعطي لهذا ولهذا 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 أكثر من اللي كاين، لأن دماغه مشغول بالواجب المهني ديال العلاج. هو خصو يعطي التفسيرات، يعطي التفسيرات ويعطي الكلمة الطيبة، متفقين، ولكن ملي تكون الزحمة ديال الوقت والوباء بحال اللي كاين دابا، راه ما كاينش واحد الوقت
حتى حنا قلنا قبيله لا باش ينعس ولا باش ياكل، هادشي ما نتكلموش على انه باش يشوف وليداتو. للاسف المرضى ولا سيما الاسر ديالهم اللي كيرافقوهم كيخلطوا ما بين العلاج وما بين الشفاء. المرضى ملي تيكونوا كيزوروا الطبيب كيلقيو عليه جميع المسؤوليات وهما كيتنحاو عليها بتاتا، كانهم ملي جاوا لعنده عنده العصا السحريه، وكينساو بالتالي واجب الاحترام تجاه هاد النخبه الاجتماعيه. للاسف كنساو ان الطبيب كيكون اغلبيه الاحيان مظلوم، كيصبح بالنسبه لنا بحال شي انسان آلي، كننتظروا منه الكثير وما كنعطيوهش داكشي اللي يستحق، وكنعلقوا عليه امال الشفاء بزاف لدرجه لا مبالاه بالحاله ديالو او بالضغط اللي هو كيعيشه. اذا شنو اللي تيبقى؟ تيبقى هو كيفاش يعتني هو بنفسه، وكيفاش هو يتفادى كل ضغط اللي تيجيه من وراء العمل ديالو الجبار. لالا نزهة، يعني للاسف كنا شفنا فيديو ديال يعني احد الاطر الطبيه اللي كتطلب الناس انهم يجلسوا في جورهم، ولكن بينات على انه تخلق مشكل اجتماعي كبير عند عدد من العاملين في القطاع الصحي. يعني كاين اللي اليوم وقف على الانفصال، كاين اللي مخلي الوليدات يلاه تزادوا يعني محتاجين الام ربما وهي مخليه وليداتها، كاين اللي مخلي الام ديالو مريضه، كاين اللي مخلي الاب ديالو مريض، كاين اللي مخلي الزوجه ديالو مريضه، كاين اللي مخلي وليداتو مراد، كاين يعني واحد الضغط اللي هو صعيب باش نلغيو الحياه الشخصيه ونقدموا الحياه المهنيه. فالله يخليك، شنو نقدروا نقولوا من هذا الجانب هذا، وكيفاش يمكن انهم يعاونوا راسهم ويقويوا نفسهم في هذا الجانب هذا حتى وان جات هذه الازمات؟ يعني فرضا كان انفصال لا قدر الله، او مشاكل لا قدر الله، او كيفاش يقدروا انهم يواجهوها بقوه، خاصه وانهم عياو. الا بغينا نقولوا من واحد الجانب ربما النفسيه غتكون عيات مثلا، كيفاش خصهم يقدروا او لا كيفاش يمكن انهم يتجاوزوها؟ اكيد لا سكينه، المهنه ديال الطبيب ما بقاتش سهله، كل ما تطور العصر تطور معه التكنولوجيا ولا سيما في المجال الصحي، كتنعكس ايجابيا على المرضى، معناتها كاين تطور في العلاج، لكن سلبيا او اللي كيتزاد عليه الضغط هي الهيئه الطبيه، من حيث كيتطلب منهم الكثير من الجهد والعلم والتركيز والحضور، وبالتالي كتصبح النفسيه ديالهم مرهقه، وكتصبح الجسد ديالهم في توتر دائم. الطبيب اللي كيخدم بهذا الاسلوب هو طبيب بحال اللي كيشتغل غير اليوم، لكن حنايا بغينا هاد الهيئه وهاد النخبه يكون عندها من ضمن الدبلومات اللي تتعطى في نهايه السنه السابعه اللي هي ميدسان جينيراليست، يدار لهم تلقين ديال الانتليجنس ايموشنال، خصهم يقراوها كيفاش يتعاملوا مع المرض، كيفاش يتعاملوا مع المرض الفتاك، مع حالة تأثر ديال شي مريض، كيفاش يضبطوا ويتحكموا في الغضب ديالهم والانفعال ديالهم في حالة من الحالات، يا اما حالة فشل، حالة وفاة، حالة عدم الاحترام ديال بعض الاشخاص وما الى ذلك. كنقول ان الناس عامة والاطباء خاصة ماشي كلهم كيسقطوا في فخ ديال الضغط والقلق. شكون هما الناس اللي كيطيحوا في هذا الفخ ديال التوتر والقلق؟ تنقول عامة وخاصة عند الأطباء، هما الناس المنضبطون، هما المخلصين
للقسم اللي هما تيعملوا بواحد التفاني، كينساو ريوسهم، ما كياخذوش حقهم، اللي تيكون عندهم واحد الدافعية للنجاح. هاد الفئة ما كتخممش لحياتها الشخصية عامة، تيكون بحال شي طبع، طبعهم بحال هكذا، بل هي بإرادتها وعزيمتها كتمنح نفسها وجسدها وحياتها لخدمة الآخر، بل لخدمة البشرية فين ما كانت، على حساب نفسها باختيار وماشي بإجبار. في خضم الضغط والتفاني في العمل اللي هو كيشوفه الطبيب كل نهار، إلا بغى يعتني بالنفسية ديالو عليه الالتزام بالأنشطة اللي كتفرحه، الأنشطة السارة اللي كتعطيه واحد تفاعل إيجابي، اللي كتعطيه واحد الشحنة، اللي كتعطيه واحد الإيجابية. نعطيكم مثال ديال بعض الأطباء اللي تيشغلوا موسيقى، وأنا هذه جاتني حقيقة فيديو، طبيب اللي مخدم الآلة الأندلسية أثناء إجراء عملية جراحية في غرفة العمليات من أجل تخفيف الضغط والتوتر ومن كثرة الحدة والدقة اللي كانت في هذه العملية. لاحظوا معايا على أن هذا الشيء ماشي عدم التفاني ولا هراء ولا لا، بل هذه طريقة اللي كحنا كنستعملوها غير من تخفيف الوتيرة ديال الضغط اللي كنعيشوه. كاينين أطباء اللي هما مولوعين بالرياضة، تنقول مولوعين يسون أديكت، ولكن مني تيفسرها لك تيقول لك أنا تنبغي الرياضة من حيت كتخفف عليا الضغط اللي عشته هذا النهار. إذن هي مفيدة جسديا ونفسيا. كذلك أخذ القسط من الراحة، الراحة من بعد العمل، دارو خصو يكون مرتاح، في الأسرة ديالو يخصو يكون مرتاح، ما بين أفراد الأسرة ماكلتو خصو يأكلها وهو مرتاح، النوم ديالو يكون بواحد القسط الكافي. إذن خصو ولو يكون عنده مثلا لاغارد ديالو في الخدمة، خصو ياخذ القسط من الراحة ولو يكون في ظرف قصير. هاد الأطباء كذلك ماشي خصهم غير يعطيو نفوسهم بحال اللي قلت مزيان، ولكن خصهم التنويه، خصهم الاعتراف بالقدرات، خصهم واحد يتمنح لهم واحد الشهادات، لا سيما من طرف الجهات الحكومية المختصة. بعض الأطباء اللي تيطرحوا في هذا الفخ كذلك خصهم يبتعدوا على فكرة ديال النجاح الحتمي، هاد العملية خصها لازم ما تنجح، هاد المريض خصو لازم ما يولي لاباس. إذن تيولي هو في واحد التركيز نفسي حاد، كيضغط على نفسه، ولكن ما تيدير شيء بحساب إلى ما كمل شيء العلاج بسلام. الإلحاح على منظومة التناوب مهم بزاف، باش كل واحد تيعرف نفسه أنه غادي يخرج شوية وغيدور شوية وغادي يشوف وليداته شوية، غادي يشوف غير يتلقى مع نفسه شوية ويدير اللي بغى، وعاو تاني غادي تجيه النوبة نهار آخر. إذن هاد منظومة التناوب خصها تكون مسؤولية الجميع. كذلك هاد مهنيو الصحة خصهم لازم ما يتعلموا يقسموا
جدول حياتهم إلى عدة مجالات: مجال الأسرة، المجال الشخصي، العمل والاجتماعي. يديروا لكل ذي حق حقه، والحاجة اللي يعطوها وقتها يعطوها فعلا وقتها بمعنى الكلمة، بمعنى يعيشوها بأكملها. إلا كانوا في الخدمة يتفاناو، إلا كانوا مع وليداتهم يعيشوا طعم السعادة، إلا كانوا خارجين بوحدهم أو في الترفيه على النفس بوحدهم كذلك خصهم يعيشوها بأكملها، وإلا فإنه يدفع بنفسه للتهلكة والاحتراق النفسي، ولا قدر الله أحيانا إلى الانتحار. شكرا جزيلا لك لالا نزهة الخميري، أخصائية نفسية، على كل هذه المعلومات اللي تقسمتيها معنا. مشكورة جزيل الشكر، ونتلاقاو على شلة إن شاء الله بإذن الله، فيديو قريب وفرصة قريبة إن شاء الله بإذن الله. وأكيد أنه ما يمكنش فوتنا الفرصة من أنه نقولوا لجميع الأطباء برافو عليكم، واصلوا، ثقتنا كبيرة فيكم، أنتم أملنا، إن شاء الله يكون خير، ونتمنى أنه نطمئن عليكم وعلى النفسية ديالكم وعلى عائلاتكم وعلى صحتكم. وشكرا جزيلا لكم على التضحية الكبيرة اللي قمتوا بها واللي كتقوموا بها واللي مازال غادي تقوموا بها. كنحييكم وكنشكركم، وكتستحقوا كل تكريم وكل تشجيع وكل تقدير. أكيد أنه دائما غادي نستمر معكم وتستمر الحياة. أكيد أنه إحنا كنعيش هذه التجربة اللي ماشي سهلة، ولكن موازاة معها حياتنا مستمرة، خاصنا نعيشها بتفاؤل، وفي نفس الوقت ناخذ جميع الإجراءات الاحترازية ديالنا، وأملنا أنه تدوز هذه المرحلة بسلم وسلام. أصدقائي، تهلاو ليا فراسكم وتستمر الحياة.